وصل 70 من مرضى السرطان السوريين إلى مدينة غازي عنتاب التركية قادمين من مدينة إدلب في الشمال السوري لتلقي العلاج. وتقدر مصادر طبية في إدلب أعداد مرضى السرطان في شمال غربي سوريا بأكثر من 3000 مصاب يحتاجون لمساعدة عاجلة. 65% منهم أطفال ونساء، مع زيادة يومية تقدر بثلاث حالات تقريباً. وتشير المصادر إلى تسجيل أكثر من 600 حالة إصابة بالمرض بعد كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، بينها 150 طفلا و200 امرأة. ينضم إلينا عبر الإنترنت من الشمال السوري جمعة المنصور، أحد مرضى السرطان، وينضم إلينا عبر الإنترنت من غازي عنتاب بتركيا دكتور منير الأحمد. مرحبا بكما. و اسمح لي دكتور الاثنين، عفوا، إذا سيد جمعة المنصور أحد مرضى السرطان ينضم إلينا كذلك من غازي عنتاب. ويعني اسمح لي سيد جمعة بأن أبدأ معك. أنتم عانيتم لأجل دخول الأراضي التركية لتلقي العلاج. أولا أسأل الله لك تمام العافية والشفاء بإذن الله، ولكن أخبرني يعني كيف كانت التفاصيل اليوم وما الذي تنتظره في هذه الأثناء لتبدأ تلقي العلاج؟ أحييك أختي كريمة، وأحيي العاملين بقناة الجزيرة لتسليط الضوء على معاناة مرضى السرطان في الشمال السوري. أختي الكريمة، أنا أحد المرضى المصابين بالسرطان في الشمال السوري من مدينة الباب. تم إحالتي إلى غازي عنتاب من أجل العلاج، ولكن عانيت من الروتين من أجل القبول. بعد شهرين أو 3 أشهر تم قبولي و دخولي إلى غازي عنتاب من أجل إكمال علاجي الشعاعي الذي لا يتوفر عندنا في الشمال السوري. نعم. طيب سيد جمعة، يعني من المفترض أن تبدأ العلاج، أخبرنا بعض التفاصيل أو يعني احكي لنا على وضعك، وضعك الصحي، إلى مدى وصلت في أو إلى ماذا وصلت في الدواء، ما هي الأدوية التي من المفترض أن تحصل عليها، ما الذي لم يكن متوفر والآن من المفترض أن يصبح متوفر؟ أختي كريم، كما تعرفين أن مراكز متخصصة لعلاج السرطان في الشمال السوري غير موجودة، يعني مثلا العلاج الكيميائي غير موجود، او اذا كان موجود لا يوجد بشكل كامل كل الادويه. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى العلاج الشعاعي غير متوفر ابدا مطلقا، لذلك اضطررت الى المجيء الى تركيا من اجل اخذ العلاج الشعاعي. ونشكر الحكومه التركيه في مساعدتنا في علاج مرض السرطان، والآن أقوم بأخذ جرعات علاج شرعي. طيب سيد جمعة، كم جلسة علاج إشعاعي ستحتاج إليها؟ ويعني بالتأكيد هل هناك من يرافقك في هذه الرحلة؟ هل لديك أحد الأقارب معك في الداخل ليعتني بك؟ لا يوجد مرافق، ولكن منظمة الأمان تساعدنا في المواصلات والتنقل من مشفى إلى آخر أو من مركز صحي إلى آخر. أما مرافق من الأقارب أو الأصدقاء لا يوجد. طيب أين تعيش الآن؟ يعني عندما دخلت إلى غازي عنتاب، هل تعيش في دار الأمان أم تعيش في مسكن آخر بعيد عن ذلك؟ التنقل وأثناء تلقي العلاج يعني يحتاج إلى بعض المساعدة. منذ وصولنا منذ اليوم الأول
استقبلونا مشكورين في دار الأمان، وتم توفير المسكن والمواصلات والتنقل، وأيضا تم توفير الطعام. طيب وتلقيت علاج شعاعي، المفروض أنا أتلقى 28 جلسة. لحد الآن تلقيت من 28 جلسة تلقيت 18 جلسة، وبقي لي 10 جلسات. نعم، نسأل الله لك تفضل تفضل. الشفاء سيد جمعة المنصور، ونسأل الله العافية، نسأل الله لك العافية والشفاء أنت وجميع مرضى السرطان. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الإنترنت من غازي عنتاب. للأسف الدكتور منير الأحمد وهو انضم إلينا بالفعل، ولكن هناك مشكلة بالصوت، وبالتالي سنحتاج إلى تأجيل هذا اللقاء عندما يتم حل هذه المشكلة.